أعزائي طلاب صف الرابع من علمي ثانوية الجواهر للتميزين، مرحبا بكم ورمضان كريم والله يتقبل طاعاتكم إن شاء الله. نبتدئ بسم الله تعالى درسنا الأول لمادة الكورس الثاني وهو ديالوج ب ليسون 5 يعني الدرس الخامس. ونرجو منكم قراءة هذا الديالوج بشكل جيد وستكون دروسنا تباعا إن شاء الله. ديالوج ب بعدنا لازلنا احنا نتكلم بالقصة مع باتريس ليرماختا. الآن هذا ديالوج بي يعطينا مقدمة هاي عليه. اديت اي باتريس، اديت هي صديقة باتريس. سو ان مون مارت، وهذا مون مارت هي حي في باريس طبعا، يعني يسكن الأغنياء والفنانين والمسارح بي، وهناك هم ملتقين يعني في باريس وفي أحد أحياء باريس. سي لا فام دابخي ميدي، هي نهاية يعني ما بعد الظهر تقريبا، خي ميدي دي في نهار يعني بعد ظهر نهار شتوي طبعا، ديفي الشتاء. لا نوي تومبلين لونتومون، يعني الليل يعطل ببطء، يعني هم مقبلين على الظلام، يعني من شو نقول تغرب الدنيا. هاي هسه يوصف لكم ايديت صديقة باتريس. باتريس هم فيها مكان مون مارتر، سي لا فام دان ابخي ميدي ديفي لا نوي تومب لونتومون، والليل يقبل بطيئا. من هذا تشوفون المنظر بالصورة، هم يعني وين واقفين، أبرلكم الصورة شوية اهي تشوفون. جي اي تور دو فير سكوندال، انا مخطئ الحكي الباتريس، انا مخطئ دو فير سو سكوندال، انا اعمل هذه الفضيحه. جي او تور دو فير سو سكوندال، جي اجي ستوبيدمون، ما تصرفت بحماق. شنو الفضيحه اللي عملها باتريس؟ طبعا احنا لين بالفصل بالكورس الاول هم كان مختصر، يعني مختصر المواضيع مختصره، ما أخذنا هذا الديالوج اللي سويه. وهو اتهم واحد من الكونتات هو إيبير دو شافيني أنه هو مو يعني سارق وسرق حديقة الحيوانات وفضح بالهذا، فلذلك يعني صارت عنده مشاكل بالعمل بالجريدة. وجاء هنا يشكي صاحبته وصديقته، يقول لها جي او تور دو فير سو سكوندال، أنا مخطئ لأن أعمل هذه الفضيحة. Et j'ai agi stupidement. Là, non, tu as eu raison. Kalla, tu as eu raison. Tu as eu raison. Il y a Akis. Hubert Duchévigny était coupable. Hubert Duchévigny, quand je suis venu, et je t'approuve totalement. كلية. Oui, mais tu vois la résultat. يجاوب هيقولها نعم، ولكن انت تشوفين، tu vois le résultat، شوفين النتيجة. جوزيف فيرني، طبعا جوزيف فيرني منو هذا؟ هذا مدير الجريدة اللي يشتغل بها باتريس. ما انفوايي ارسل لي اي جو سيري بيانتو سو ارجون، وساكون يعني هو دز عليه أو أرسل له رسالة لباتريس
وافتهم من الرسالة أنه سيكون، هو يقول جو سوري بيانتو سوار، سيكون قريبا بدون مصرف أو بدون نقود. فجاوب أديت يقول أبلي توسلا، أبلي توسلا، انسى كل شيء، أدمير بلوتو باري، وباوع أو أعجب بباريس، موقفين على المكان، ويقول له أعجب بباريس، شوف باريس شلون تمتع بباريس، تي سوفيا، أنت تتذكر دولا ديغني غسيان، المشهد الأخير دو بير غوريو. طبعا بير غوريو رائع من روائع الكاتب بلزاك، عنوان الرواية، وغيستونغ هناك هو البطل مالتها. ريغارد لونغ تون باري اي لوي لونس اندي، يقول انظر الى نظرة عميقة الى باريس، واترك كل شيء خلف ظهرك. ومينتينو لازال يعني الكلام الى باتريس، يقول هميتنا آنو دو، ونحن الآن الاثنين، اثنيناتنا، تي فوا ترى جي اون بون ميموار، أنا عندي ذاكرة جيدة، مي جو مو رابيل أوسي لا سويت دو ليستوار، أنا أتذكر البقية من القصة، إلي زيشيك دو ريستوناك وفشول. فشل مال خيبات الأمل مالت هيستيناك دون لي إيليزيون بيردو بالأفق المفقود. جاوة تقول لي تيا دو لامبيسيون، أنت عندك الطموح باتري، جو سوي سور كو تو ريوسيرا، أنا على ثقة أنك ستنجح. هذه الديالوج بي محتوى، وفهمت انه هاي جايبتنا هو ضايج لان راح ينفصل من الوظيفة، يعني شلون يرفه عن نفسه، فصار هذا النقاش حتى باتريس يهدأ. نجي على المفردات مال ديالوج بي هذه اللي هي مطلوبة منكم حفظ، يعني لونتيمو عكسها فيت، بسرعة بطيء ببطء فيت بسرعة. هنا تومبي يعني يسقط، لانوي توم هطل الليل، أفواغ تو يعني خاطئ، أفواغ غيزون عكسها على صواب، تور مع يعني عكس تور معناها فوق، تور خطأ معناها فوق، مرادف تور فوق، أكس تور غيزون، مرادف تور فوق، جي تور دو أكس هجي غيزون على خطأ، إلى جي ستبيدمون تصرف بحماقة، أجير سكمبوزي تصرف معناها مرادف، لا تنحفظ. كوبابل مذنب، أبروفي يثبت، ديسابروباسيون عكسها إن أبروباسيون إثبات، توتالمون معناها كومبليتمون كليا، لو ريزولتا يعني لا كونسيكونس أو لو في، لا كونسيكونس أو لو في. النتيجة Oublier, acquiescer, se souvenir, yensa. Oublier, yensa, se souvenir et t'avecker. Plutôt, rien, admirer, urgeb, l'admiration, urgeb. La sienne, meshet, ambitieux. Amour, le moineuf, moi, ambitieuse. Il y a le père Goriot, l'Eb Goriot. Il y a le roi français, le cadre de français, Bilzac. Il reste une acte. Il y a la chassette à réussir. Il y a la chassette لونغ تون عكسها يعني بشكل مطول او
brièvement, باختصار عكسها و maintenant معناها tout de suite أو احنا سرد معكم بس tout de suite راح امسحها هذه اه هاي طبعا مثل ما فهمتكم تنقل بالدفتر وتقرونها وامتحانات بها يعني شهرياً يعني يبدو من عندنا امتحان شهر question sur le dialogue به الأسئلة اللي est-ce qu'il y a tort de faire ce scandale comment a-t-il agi est-ce qu'il a Est-ce qu'il a tort de faire ce scandale? هل هو مخطئ في عمل هاي الفضيحة؟ Comment a-t-il agi? Comment a-t-il agi? وكيف تصرف? On peut dire que oui. نستطيع أن نقول نعم ما إلى أجي stupidement لكنه تصرف qu'est-ce que le directeur lui fait ماذا عمل المدير اللي هو قلنا اسمه qu'est-ce que le directeur lui fait ماذا عمل il lui a envoyé et il sera bientôt soir هو أرسل و سيكون يعني باتريس هو قريبا بلا نقود اسكو باتريس اي امبيسيو هل باتريس هو طموح وي لا دو لامبيسيو اي ريوسيرا هذا كل الديالوج به ثلاث اسئله نتمنى أن تقروها بشكل جيد و تفهمونها لأن هذا يعني الامتحان امتحانات شهرية مفروضة وشكرا لكم